مواجهة الأسد والأمل في هزيمته أمر تشتاق إليه كل الفرائس. في الواقع رغبتهم الحقيقية في عدم اقتراب الأسد منهم قد تكون ملحة للغاية، لكن لا مفر من حدوث ذلك، وبمجرد أن يكون الأسد على مقربة من تلك الفرائس يكون الفرار والنجاة أمراً مستحيلاً تقريباً. إن قوة الأسد مثيرة للإعجاب، مصدر قوته الرئيسي يأتي من حجمه وكتلة عضلاته وعضته وبخالبه الفتاكة. الآن تخيل أسداً ضخماً ينطلق ويهاجم ضحيته، كل هذا الوزن يضغط على الفريسة بحيث تكون تحركاتها محدودة وتمسكها أذرع القطط القوية بلا رحمة، بينما تلحق المخالب الحادة الضرر بجسمها وتلدغها في الحلق. تضعف الفريسة شيئاً فشيئاً حتى تموت. هل من المستحيل عملياً الهروب من الأسد أم لا؟ هناك بعض الفرائس كبيرة وقوية وقادرة على مقاومة هجوم القطط الكبيرة، قد لا يبدو الأمر كذلك، لكن هذا الحيوان هو الحمار الوحشي. اعتدنا أن نرى الحمير الوحشية دائماً ضحية للحيوانات المفترسة، وننسى أن هذه الحيوانات ظهرت في عدة مشاهد وهي تهزم الأسود بشكل لا يصدق، من الركلات القاتلة إلى اللدغات العنيفة. الحمار الوحشي من المخلوقات القادرة على قتل أسد، سواء كنت تصدق أم لا، ما عليك سوى مشاهدة الحمر الوحشية وهي تضرب الأسود في تلك المقاطع المذهلة. لقطة أخرى تثبت قدرة الحمير الوحشية، ترى أن الحمار الوحشي يهيمن على اللبؤة، ولكن من قال بأنها ستنتهي على هذا النحو؟ انظر بنفسك ماذا سيحدث. في عالم الحيوان قانون البقاء معروف للجميع، فالبقاء للأقوى. لا يوجد مكان للضعفاء، فقد تهاجم الأسود تلك الحمر البرية بكل قوة وشراسة علىها تظفر بوجبة اليوم. قد تستخدم الأسود تكتيكاتها الخاصة في صيد تلك الفرائس بكل قوة وشراسة، يستهدف أعضاء المجموعة نفس الفريسة، وهناك تقسيم للعمل أثناء الصيد. هذا يعني أن الصيادين المختلفين لهم أدوار مختلفة، يستخدمون إشارات للتنسيق مع بعضهم البعض، يتفاعلون مع حركات بعضهم البعض، ويتم مشاركة أي فريسة يتم اصطيادها بين أعضاء المجموعة. الجاموس الأفريقي هو أخطر حيوان في أفريقيا. هل تعلم عزيزي المشاهد أن الجواميس والأسود أعداء لدودون؟ في عالم الحيوان نشهد غالبا معارك ملحمية، ومن المؤكد أن المعارك بين الأسود والجاموس هي واحدة من أكثر المعارك إثارة. الأسود والجاموس هم أعداء منذ القدم، لأن الجاموس كان دائماً أكثر الفرائس طلباً من قبل الأسود، لأنه مع تلك الوليمة الكبيرة يمكنهم أيضاً إطعام أكبر عدد من القطعان. لكن صيد الجاموس ليس بهذه البساطة بالنسبة للأسود. الجاموس في الواقع له حجم مثير للإعجاب، وقرونه المنحنية الكبيرة تلهم بعض الخوف، والقوة التي تنبعث عند الهجوم لا تصدق. علاوة على ذلك فهو حيوان شجاع للغاية. يدافع قاطيع الجاموس أيضاً عن أعضائه، لذلك إذا تمت مهاجمته من قبل واحد أو أكثر من الحيوانات المفترسة، فإن الجواميس تتفاعل وتذهب إلى الهجوم المضاد، وليس من غير المألوف رؤية الأسود يتم طردها بعيداً بواسطة هذه الحيوانات العاشبة الكبيرة.